للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية. أهلا بك دكتور. في البداية، ما هي دلالات هذه الخطوة وانعكاسها طبعا على القطاع الصحي في المملكة؟ السلام عليكم ورحمة الله، نمسي عليكم بالخير ونشكركم على هذه الاستضافة. في البداية طبعا أود أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، على موافقة مجلس الوزراء الموقر على إنشاء وتشكيل المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية. نعم. كما أود أن أرفع آيات الشكر والتقدير إلى معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة على دعمه اللامحدود لهذا المشروع. طبعا إنشاء المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية يشكل إضافة داعمة وهامة للقطاع الصحي في مملكة البحرين، وهو في الواقع يعكس عزم حكومة مملكة البحرين على الارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع مستوى أدائها لمواكبة التطور المتسارع على الصعيد الصحي، وذلك عن طريق خطة شاملة ومتكاملة لا تقتصر على تطوير الخدمات الصحية بشكل مباشر فحسب، إنما تشمل كذلك تطوير التعليم والتدريب الصحي بما يضمن جودة البرامج التدريبية الخاصة بالكوادر الصحية والتزامها بالمعايير المعتمدة مع تلبيتها لمتطلبات القطاع الصحي في مملكة البحرين. نعم. حقيقة أن إنشاء المجلس البحريني خطوة مهمة جدا، وتأتي استكمالا لما اتخذته مملكة البحرين من خطوات رائدة تطويرية سابقة في القطاع الصحي من أجل تقديم رعاية صحية شاملة ونوعية ومستدامة للجميع. نعم دكتور أحمد، ما هي الأهداف المرجوة التي سوف يسعى طبعا المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية لتحقيقها عند تشكيله؟ نعم، ما نطمح لتحقيقه من خلال المجلس البحريني للدراسات والتخصصات الصحية يشمل جوانب متعددة وكثيرة في الواقع، جميعها تهدف إلى التطوير الشامل للخدمات الطبية والصحية المقدمة في مملكة البحرين. راح نعمل من خلال المجلس على تأهيل العاملين في القطاع الصحي، رفع كفاءتهم عبر برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع المعايير العالمية. نعم. كما أن المجلس سيضمن الالتزام بمعايير الاعتماد الوطنية والدولية الخاصة بالتدريب الصحي والتي في الواقع نحرص عليها في مملكة البحرين، وذلك من خلال الإشراف على إنشاء ومتابعة وتقييم البرامج التدريبية المختلفة. بالإضافة طبعا راح نتمكن من تلبية احتياجات مملكة البحرين خلال السنوات القادمة على صعيد التدريب الصحي من خلال البرامج التدريبية المقدمة. نعم. لا سيما في ظل صعوبة الحصول على برامج تدريبية لبعض التخصصات الدقيقة. نقدر نقول الله يطول في عمرك أن المجلس سيكون جهة داعمة ومساندة للمنظومة الصحية لضمان توفير كوادر صحية مؤهلة بشكل مستمر في مملكة البحرين. نعم دكتور أحمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، شكرا جزيلا لك.